مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من المشهد، مشهدنا في هذه الحلقة يتجه مباشرة إلى القارة الإفريقية، نركز حول الموضوع الأبرز في سياق الأحداث المتلاحقة منذ أيام قليلة. الحديث مستمر حول منطقة التجارة الحرة التي تجمع شتات القارة الإفريقية في تكامل اقتصادي موحد يحقق طموح شعوب القارة السمراء ويلبي رغباتهم في إحداث تنمية حقيقية تعود بالنفع يقينا على مختلف شرائح المجتمع في القارة السمراء. مصر ترأست القمة الإفريقية الاستثنائية التي عقدت بالأمس القريب في النيجر، حضرها السيد رئيس الجمهورية، وتم الإعلان عن انطلاق منطقة التجارة الحرة التي يأمل الكثيرون من وراءها كل الخير بالنسبة للقارة الإفريقية. ثم جاءت اليوم القمة الإفريقية المصغرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، وتم الإعلان أو مناقشة الخطوط الرئيسة لتحقيق هذا التكامل الاقتصادي المنشود في ظل انطلاق منطقة التجارة الحرة بين دول القارة. مزيد من التفاصيل حول هذه القضية الغاية في الأهمية والمرتبطة بإحداث طفرة تنموية حقيقية في القارة الإفريقية نتعرف عليها ضيفنا الكريم الذي نشرف به في هذه الحلقة من المشهد، دكتور محمود زكريا، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا بك فندم. أستاذنك قبل الحديث تفصيلا في بعض القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، نتابع هذا التقرير لعله يقدم بعض النقاط المهمة ثم نناقش القضية بكل تفاصيلها. نتابع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواجهة التحديات الإقليمية من خلال التكامل الإفريقية. جاء ذلك في كلمة الرئيس خلال ترأسه قمة تنسيقية في نيام عاصمة النيجر لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث شارك في القمة التنسيقية زعماء الدول الإفريقية ورؤساء التكتلات الإفريقية من بينها الكوميسا ومجموعة شرق إفريقيا إياك وإكواس والسادك ومجموعة التنمية الإيجاد، بالإضافة إلى مجموعتي اتحاد المغرب العربية والساحل والصحراء. وفي كلمته في ختام القمة الإفريقية الاستثنائية 12، أعرب الرئيس السيسي عن شكره للقادة الأفارقة لجهودهم من أجل إنجاح إقامة منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا، والتي توحد 1.5 مليار نسمة وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية. وأضاف الرئيس السيسي أن القادة الأفارقة أصبح لديهم تصورا واضحا لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية في إفريقيا، كما دعا الجهات القائمة على تطبيق الاتفاقية لمواصلة الحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين لمتابعة التقدم في مرحلة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة تطوير البنية التحتية لدول القارة. الرئيس السيسي أكد على أهمية استغلال الزخم الذي تحقق في قمة نيامي للبناء على مخرجاتها وإسراع وتيرة العمل لتحقيق حلم الجماعة الاقتصادية الإفريقية، واعتبر أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية اختبارا حقيقيا لتحقيق طفرة اقتصادية في دول القارة. أهلا بكم مجددا، وجد التحية لضيفي الكريم دكتور محمود زكريا، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا بكم مجددا يا دكتور. بعد أن تابعنا هذا التقرير لعله من المفيد قبل أن ننطلق إلى بعض القضايا التفصيلية المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية وما تبع ذلك من مناقشة رؤساء الأفارقة للآليات لتنفيذ هذا الحلم، لعله من المفيد أنه يعني نقدم قراءة لأهمية التكتلات الحادثة الآن في المجتمع الدولي، سواء كانت تكتلات اقتصادية أو تكتلات سياسية. إلى أي مدى نحن بحاجة لمثل هذه التكتلات في القارة الإفريقية؟ يعني بكل تأكيد ربما منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست في 25 من مايو من عام 1963 هي يعني بتمثل الإطار المؤسسي الأول الذي شمل في إطاره مختلف دول القارة الإفريقية. بتحدث أنذاك عن
33 دولة إفريقية عضو في الاتحاد، عضو في منظمة الوحدة الإفريقية. ربما منذ ذلك التاريخ، منذ تأسيس هذه المنظمة، بدأ الحديث عن مسألة تحقيق التكامل والاندماج الإفريقي القاري، ولكن كان هناك حالة من الجدل والنقاش بشأن أولوية البعد السياسي أم أولوية البعد الاقتصادي، أيهما سوف يسبق الآخر. بطبيعة الحال كان هناك اتجاهات في ذلك التوقيت، ولكن يعني بعيدا عن الدخول في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا الجدل، لكن تم تبني أول اتفاقية لها علاقة ب يعني تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، كانت في مدينة ليجوس في نيجيريا من خلال ما يعرف في معاهدة عمل ليجوس في عام 1980، هي التي يعني وضعت الأساس لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي الإفريقي في ظل عهد منظمة الوحدة الإفريقية. تلاها ده في عام 1980 تلاها في مرحلة التواريخ هنا ذات دلالة مهمة جدا، وده صحيح. يمكن أن أناقشه مع حضرتك بعدين، تفضل. صحيح. المرحلة الثانية في مسار تطور هذا التحقيق هذا التكامل كانت من خلال تبني معاهدة أبوجا في عام 1991، هذه المعاهدة التي أطرت ووضعت الأساس لإنشاء ما يعرف بالجماعة الاقتصادية الإفريقية عبر 6 مراحل زمنية. تبدأ هذه المراحل من عام 1994، بحلول 2028 يفترض أن يكون هناك لدينا ما يعرف بالجماعة الاقتصادية الإفريقية. طبعا هذه الستة مراحل بدأت من مسائل أو مراحل أولية أو أهداف أولية أو بسيطة لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية، يعني لعل من أبرزها مثلا على يعني على سبيل المثال الحصر هي مسألة تنسيق العلاقات بين الدول في إطار التجمعات الاقتصادية القائمة وتقوية هذه العلاقات وإنشاء بعض التجمعات الاقتصادية في الأقاليم الإفريقية التي لم يكن في إطارها مثل هذه التجمعات. أيضا إنشاء يعني اتحاد جمركي وإنشاء يعني منطقة تجارة على مستوى كل تكتل من التكتلات الاقتصادية. الجميع يعلم أن القارة الإفريقية لديها عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الإقليمية، لكن الاتحاد الإفريقي لا يعترف غير بثمانية تجمعات من هذه التجمعات بقرار صادر في قمة بانجول في عام 2006. هذه المراحل الستة يعني فيها بها تفاصيل كثيرة، لكن أعلى هذه المراحل هو الوصول إلى إنشاء ما يعرف به الاتحاد الاقتصادي المالي أو النقدي، يعني من خلال وجود عملة إفريقية موحدة، بنك مركزي إفريقي، يكون هناك حرية للتنقل للسلع والأفراد والخدمات عبر الحدود فيما بين الدول تحت مسمى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي. الاتحاد المالي والنقدي، الاتحاد المالي والنقدي الإفريقي. ده في خطوات تمت فيها يا دكتور؟ نحن في مراحل سابقة له، اللي هي مرحلة إنشاء منطقة التجارة الحرة، ثم مرحلة إنشاء السوق الإفريقية المشتركة، ثم الوصول إلى الحديث عن عملة موحدة على غرار العملة الموحدة في القارة الأوروبية. صحيح. بالنظر كده سريعا حول التجربة الأوروبية في الوحدة السياسية والاقتصادية، ثم مقارنة مع التجربة الإفريقية، يمكن أنا أشرت لحضرتك أنه البعد الزمني مهم لمعرفة دلالات كيف تخطو إفريقيا هذه الخطوات. بهذه المقارنة بين التجربة الأوروبية والتجربة الإفريقية، كيف تبدو لك ملامح القارة السمراء لتحقيق هذا الهدف؟ هل تسعى بخطى حثيثة، الخطى بطيئة؟ كيف تقيم خطوات إفريقيا في هذا الاتجاه؟ يعني بكل تأكيد المسألة تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي على المستوى الإفريقي القاري شهدت خطوات ملموسة وتقدم ملموس وفقا للجدول الزمني المحدد من خلال معاهدة أبوجا التي تم تبنيها في عام 1991. نحن بنتحدث عن إقامة منطقة تجارة حرة ثلاثية بين تجمعات صادق وكوميسا وجماعة شرق إفريقيا. بدايات الحديث عن هذه المنطقة الثلاثية كانت في عام 2008، ثم في قمة أخرى في عام 2011 استضافتها مدينة شرم الشيخ في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، ثم قمة أخرى استضافتها مدينة شرم الشيخ عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الحكم في مصر كانت في عام 2015. مثل هذه المنطقة بتمثل خطوة أولية سيبنى عليها لإنشاء منطقة تجارة حرة على المستوى القاري، يعني على مستوى 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. إحنا بنتحدث عن إجمالي تعداد سكان كما جاء في التقرير 1.2 مليار نسمة، 3.4 محلي 3.4 تريليون دولار هذا العدد من السكان من المتوقع بحلول 2050 أن يصل إلى الضعف، يعني 2.5 مليار نسمة، وهو ما يعني أن هناك كثافة
سكانية ونمو معدل نمو سكاني مرتفع. في حال إذا لم تحسن الدول الإفريقية استغلال هذا المورد البشري على نحو جيد سوف يمثل ضغط على قاعدة الموارد الاقتصادية الموجودة في هذه الدول على نحو يعزز من تبعيتها واحتياجها للخارج غير مع التفكير الإفريقي. مع التفكير طبعا أنه 1.2 مليار نسمة ده سوق واعد صحيح لأي منتجات وأي سلع وأي بضائع، لكن أنا بحاول مع حضرتك قدر المستطاع تبسيط بعض الأمور الاقتصادية لأنه أنت عارف أنه لغة الاقتصاد صعبة بالنسبة للكثيرين، فهجتهد مع حضرتك تبسيط بعض المفاهيم. يعني إيه منطقة تجارة حرة؟ منطقة تجارة حرة أن يكون هناك يعني حرية في تبادل السلع والخدمات عبر الحدود فيما بين مختلف دول إقليم أو منطقة معينة، مع وجود يعني قدر يعني من الضوابط، يعني بحيث لا تكون الأمور يعني على علتها كما هي، ولا يعني يكون هناك ضوابط، هناك صحيح تعريفات جمركية وتعريفات غير أو حواجز جمركية وغير جمركية. المراحل الأولية دائما في هذه المنطقة يعني تركز على فكرة الإلغاء التدريجي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، لأنه طبعا دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ سيؤدي إلى أنه 90% من المنتجات والبضائع الإفريقية سوف تحظى ب يعني تحرير كامل في الحركة فيما بين الدول الإفريقية بدون فرض. هنا حد يعني برضو راجل الشارع ممكن يسأل حضرتك إيه الفايدة اللي هتعود عليا من المسألة دي؟ ما اللي انت تتكلموا أنه فيها فوائد كثيرة وإلى آخره، إيه الفايدة اللي هتعود عليا؟ الفائدة المباشرة في تقديري الشخصي أن دول القارة الإفريقية ظلت لسنوات طويلة تعاني في مرحلة ما بعد خروج المستعمر الأجنبي مع مطلع الستينات من القرن العشرين من فكرة التبعية وعدم الاستقلالية في القرار الإفريقي في المحافل الدولية، لأنه إفريقيا على سبيل المثال تتاجر مع الخارج أكثر مما تتاجر مع نفسها، تستثمر مع الخارج أكثر مما تستثمر مع نفسها. دعنا ندلل على أحد القوى اللي هي السوبر باور، قوى العظمى في النظام الدولي مثل الصين على سبيل المثال، لديها معدل تجارة بينية مع دول القارة الإفريقية تحدث عن 204 مليار دولار في عام 2018، حجم استثمارات 3.3 مليار دولار. صحيح هذا المسار مطلوب أن يكون لديك علاقات منفتحة تجاه العالم الخارجي غير الإفريقي، ولكن يجب ألا يكون ذلك يعني على حساب الاهتمام بتعزيز العمل الإفريقي البيني المشترك، لأنه من يملك اقتصاده يملك قراره. إذا ما كنا نتحدث عن بناء يعني قدرات اقتصادية حقيقية، على الدول الإفريقية أن تهتم بتطوير التفاعلات الاقتصادية البينية المشتركة. أنت حضرتك شايف أن الخطوة دي هتقلل أو تحجم بين قوسين ما أشرت ليه مسألة التبعية الاقتصادية؟ صحيح، ستقلص بدرجة كبيرة من التبعية الاقتصادية للخارج، لأن تحقيق هذه الخطوة لن يكون قاصر على الخطوة في حد ذاتها، يعني سوف يرتبط بمجموعة من الخطوات كما تحدث الرئيس، هي خطوات ضرورية وهامة لتأهيل الدول الإفريقية حتى تستطيع أن تجني ثمار منطقة التجارة الحرة. عظيم. تأهيل الدول القارة الإفريقية لجني ثمار التنمية أعتقد أنه لن يتم بمعزل أو بدون مساعدة الطرف الآخر اللي هو الذي ربما يمتلك رأس المال، يمتلك التكنولوجيا، هذه القوة المهيمنة على الاقتصاد على مستوى العالم. هل تعتقد أنها ستقدم هكذا يد المساعدة بشكل أو بعين راضية للقارة الإفريقية؟ يعني بطبيعة الحال كل قوة عظمى أو قوة كبرى في النظام الدولي لها منظومة من الأهداف والمصالح الوطنية هي التي تحرك، هي لا تراعي بالضرورة مسألة التوازن في المصالح مع الطرف الآخر بقدر ما تركز على مسألة تحقيق المصالح الذاتية الضيقة، مصالحها الشخصية الذاتية المباشرة الضيقة. هذا الأمر يعني ربما لم تنتبه له يعني الدول الإفريقية في السنوات الماضية، ولذلك لم نجد أنه الدول الإفريقية تمكنت من تحقيق ثمار التنمية الاقتصادية. يعني صحيح عدد كبير من الدول الإفريقية نجحت في تحقيق نمو اقتصادي، لكن هناك فارق بين النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية. أن تشعر بأن هناك تطوير في القطاعات الرئيسية للدولة، قطاعات البنية التحتية، قطاعات الطاقة، قطاعات الكهرباء، النقل والمواصلات، مثل هذه الأمور هي أمور هامة للغاية في سبيل تحقيق أو جني ثمار منطقة التجارة الحرة. دعنا نركز على يعني نقاط هامة كان تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار. تحدث عن مسألة ضرورة تطوير الصناعات المحلية أو الوطنية في الدول الإفريقية. يعني لا يمكن حتى يعني نستطيع أن نتحدث عن كفاءة وفعالية لهذه المنطقة بعيدا عن تطوير قطاع الصناعة المحلي.
أو الداخلي فيها أو زيت أو بمعنى آخر ضرورة وصول المنتج الإفريقي لدرجة ما من الجودة تضمن له قدرة رواج, رواج أو قدرة تنافسية في السوق الإفريقية, بحيث أنه مثلا على فرض جدل يعني أنه بدلة مثلا بيتم إنتاجها في دولة إفريقية تكون على مستوى الجودة اللي بدلة مثلا جاية من الصين, صحيح, فتجد قدرة المنافسة فيها, فبالتالي يقبل المشتري الإفريقي على المنتج الإفريقي ويترك ما دون. صحيح, تمام كده؟ يعني إنتاج المنتج الإفريقي بأعلى درجة من مواصفات ومعايير الجودة المطلوبة حتى يضاهي المنتجات اللي هي القادمة أو الوافدة من الخارج غير الإفريقي, وأن يكون بسعر أو تكلفة إنتاجية معقولة, يعني ليست ضعيفة ولكن معقولة تغطي الجانب الأساسي من. طيب مرة أخرى أعيدك لذات النقطة, وهي بحاجة أيضا للحديث بشكل واضح وصريح, أن أرتقي بمستوى الجودة ومستوى الصناعة وما إلى ذلك ليس بيد القارة الإفريقية وحدها, هي بحاجة لمساعدة, مساعدة الآخرين. الطرف الآخر هيساعدها هكذا؟ يعني أنا الذي يمتلك التكنولوجيا ورأس المال, هذه القوى الاقتصادية المهيمنة على العالم, لابد من حسابات خاصة به. حضرتك أشرت أنه يهدف لتحقيق مكاسب خاصة به في المقام الأول. يعني ربما هذه المكاسب يعني في إطار استكمال الحديث عن هذه النقطة, هي بتأتي خصما على المقدرات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية, وبالتالي يعني لا ملاذ للدول الإفريقية من الاعتماد على الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية. ظللنا نعتمد لفترات طويلة على الخارج وعلى المساعدات وعلى الإعانات وعلى تلقي الدعم, قد يكون دعم يعني ليس هناك طبعا دعم أو مساعدات غير مشروط, يعني بالضرورة كل ما يقدم من مساعدات هو مساعدات مشروطة, ويعني بيوجهوا في الجهة الأخرى جملة من المتطلبات على الدول الإفريقية أن تقوم بها حتى تستطيع هذه الدول أن توافق أو حتى توافق هذه الدول على تقديم هذه المساعدات. في السياق ده لعله من المفيد أن أذكر مشاهدينا الكرام أنه أعتقد ممثلة الأمم المتحدة بالأمس التي حضرت الاجتماعات أشارت في بعض التصريحات الخاصة بها أنه المنظمة الدولية الأمم المتحدة مطالبة أو ملتزمة بالتزامات تجاه منطقة التجارة الحرة. هناك بعض الأمور على المنظمة الدولية أن تقوم بها, المسألة ليست خيارات أمامها. يعني صحيح, يعني قد يكون هناك دعم كما ذكرت من بعض الدول الخارجية أو بعض المنظمات أو الجهات الدولية, ولكن يجب أن يكون في أضيق الحدود وبضوابط لا تؤثر على استقلالية القرار الإفريقي. يعني يجب أن يكون القرار الإفريقي في يد الدول الإفريقية في إطار المحافل الدولية. يعني على سبيل المثال عندما كانت مصر مؤخرا حصلت على عضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2016 حتى 2017, وجدنا أن مصر تتحدث ليس فقط عن ما يتعلق بشأنها الداخلي, بل تحدثت عن الشأن الإفريقي وما يهم عموم الدول الإفريقية من قضايا ذات اهتمام مشترك. مثل هذه المسائل تحتاج إلى قاعدة صوتية داعمة لها, ولكن أعتقد أن هنا المسألة تتخطى حدود مصر بكل إمكانياتها وثقلها لإرادة سياسية حقيقية في القارة الإفريقية. وأرانا الآن نعود مرة أخرى لمربع السياسة, هل ترى الإرادة السياسية متوفرة الآن في إفريقيا لإحداث هذه الخطوات المهمة؟ بكل تأكيد, يعني غابت الإرادة السياسية الجماعية أو المشتركة لفترات زمنية طويلة, وربما هذا أدى إلى يعني تعطيل يعني كثير من المبادرات والأطر الكثيرة المؤسسية والتنظيمية التي كان لها الكثير من الأهداف والمقاصد الجيدة. يعني القارة الإفريقية كان لديها على سبيل المثال مبادرة نباد, الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا, هذه المبادرة التي تعود جذورها لعام 2001, ومصر كانت من ضمن الدول المؤسسة لها. أيضا آلية مراجعة النظراء للدول الإفريقية, عدد كبير جدا, مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, عدد كبير جدا من الآليات لديه مقاصد وأهداف يعني منشودة, ولكن تبقى الإرادة السياسية المشتركة, فكرة أن يكون هناك يعني supranational power, يعني قوة فوقية على السيادة الوطنية للدول. المسألة لم تكن محل توافق بين الدول الإفريقية لسنوات طويلة, ربما يعني تراها متحققة لن بدأت تتحقق من خلال منطقة التجارة الحرة, لأنه نتحدث بلغة الأرقام عن 54 دولة إفريقية قامت بالتوقيع على منطقة التجارة الحرة. يعني ربما 54 دولة من إجمالي 55 دولة, وهو يعني أن دولة وحيدة هي دولة إريتريا, هي التي لم توقع حتى
اللحظة التي نتحدث بها على هذه الاتفاقية. آخر أعلنت أسباب عدم توقيعها ولا؟ ربما ما زالت تدرس المنطقة وثمار أو العوائد التي سوف تعود عليها وتأثير هذه العوائد على أو آليات عمل هذه المنطقة على الاقتصاد المحلي في إريتريا. يعني كل دولة لها. طيب. قبل أن نغادر مساحة السياسة ومسألة الإرادة السياسية، أنه أعتقد أنه في أمر تاني لابد أن نلتفت إليه، أنه إفريقيا لا طالما عانت من الصراعات والنزاعات الداخلية، وده يقينا أثر سلبا عليها في كثير من المناحي بما فيها الجانب الاقتصادي. هأثير مع حضرتك هذه النقطة، ولكن اسمح لي أرحب بضيفنا اللي بينضم لنا عبر الهاتف، دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. منطقة التجارة الحرة الإفريقية دكتور كريم يعني حلم طموح، والثمار المرجوة من ورائه يعني نتائج إيجابية كبيرة جدا تعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية. هل ترى أنه يعني هذه الأهداف وهذه الخطة الطموحة من السهل تحقيقها ما أنه يزال هناك بعض الخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف المنشود؟ طبعا أنا في البداية برحب بحضرتك وبالبرنامج الأستاذ الدكتور محمود زكريا. يعني إحنا نتحدث عن حدث اقتصادي تاريخي هام في أفريقيا، حلم كان يراودنا منذ سنين، منذ عشرات السنين، بمنطقة تجارة حرة أفريقية أكبر سوق في العالم. الاقتصاد يعني نقطة مهمة جدا لرفع مستوى التنمية في أفريقيا، التجارة تقود التنمية وتزود التصنيع. يعني هنا نتحدث عن دور مصر في أن هي كانت الدولة أو نقدر نقول عليها الأب الروحي لمنطقة التجارة الحرة. يعني منطقة التجارة الحرة شهدت إرهاصات ومفاوضات شقة استمرت سنين، لا يمكن إنكار أن مصر كرئيسة الاتحاد الأفريقي، بل أنهم من قبل أن تكون رئيسة الاتحاد الأفريقي عندما دشنت الثلاث تجمعات أو دمج الثلاث تجمعات الاقتصادية الكبرى في شرم الشيخ في 2015، ثم تابعت القيادة السياسية المصرية إجراءات تنفيذ تلك الاتفاقية ووقعوا عليها بداية في شرم الشيخ 44 دولة، ارتفع عدد الدول الموقعة ل 49 دولة في نهاية 2018، ثم 53 دولة. نحن نتحدث عن يعني هنا يعني نتحدث عن منطقة التجارة الحرة وانتقال السلع والمنتجات وأيضا الخدمات في السوق الأفريقي. قد يستفيد الدول الأفريقية من ثرواتهم الطبيعية عندما يتبادلوا سلعهم ومنتجاتهم مع بعضهم البعض، بدل كبديل ان هي تخرج ثروات القارة وسلاحها ومنتجاتها للخارج كمواد خام وأولية. يبقى إذن منطقة التجارة الحرة او هي احدى اهم يعني اركان او اهم دوافع التكامل الاقتصادي او التكامل الاقليمي في القارة. التكامل الاقتصادي والاقليمي كان يعني هو الاساس الذي اكدت عليه اتفاقية ابوجا سنة 91، ثم القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في سنة 2000 ونصت أي اللائحة أو نص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على أهمية التكامل الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين دول القارة وبين التجمعات سواء حاليا أو مستقبليا. يبقى إذن يعني نحن نتحدث عن ركائز أساسية يجب أن تتم حتى تصل مرحلة التجارة الحرة أو منطقة التجارة الحرة لمحطتها النهائية. نحن لازلنا في مرحلة التشغيل التجريبي لتلك المنطقة، هي بداية، نحن نتحدث عن بداية. تمام. التجارة البينية في أفريقيا من أدنى معدلات التجارة في العالم، بل إنها ليس أدنى ولكن أيضا في انخفاض مستمر. في سنة 2014 كان حجم التجارة البينية في أفريقيا 78 مليار دولار، في 2018 وصلت 70 مليار دولار، أي إنها انخفضت. لذلك كان واجب أن يكون في جهود من الدول الأفريقية وخاصة الدول الكبرى مثل مصر التي تحمل على عاتقها مهام كثير وعدة تجاه القارة الأفريقية. فمصر ليس فقط رئيسة الاتحاد الأفريقي ولكن أيضا عضو مجلس الاقتصادي والاجتماعي مع حضرتك. تعلم تماما أنه هناك تكتلات اقتصادية مختلفة في القارة، سواء في شمالها، شرقها، غربها، جنوبها، تحت مسميات عدة. وجود هذه التكتلات الاقتصادية على النحو الحادث الآن، هل سيسهل بشكل أو بآخر في إحداث هذا التكامل الاقتصادي، أم أنه هذه التكتلات يعني تدور في فلك آخر؟ لا، هو يا فندم يعني الدول الأفريقية جميعها هي أعضاء في تكتلات اقتصادية، ودي كانت أول خطوة أو أول تدريب يعني عملي للتكامل الاقتصادي والإقليمي لتحرير التجارة. ولكن التكتلات الاقتصادية ليس كلها تسير في نفس الاتجاه وفي نفس التقدم. يعني كان عندك تجمع السادك في الجنوب نشط، وتجمع شرق أفريقيا الأكثر نشاطا، ثم تجمع الكوميسا، ولكن كانت توجد بعض التجمعات وبعض التكتلات لم تحقق المرجو والمطلوب.
فكان معدل يعني التقدم في التجارة في التجمعات بطيء إلى حد ما، باستثناء جماعة شرق أفريقيا وجماعة الكوميسا، لأنها وصلت لمرحلة السوق المشتركة، والسوق المشتركة هو يعني سهولة أو حرية انتقال ليس فقط السلع والمنتجات والتجارة، ولكن أيضا رأس المال والأفراد والعمال والألات وهكذا. يمكن جماعة شرق أفريقيا وصلت لمرحلة أكثر تطورا، أنهم كانوا يتعاملوا بالعملة المحلية. ولكن يعني هنا نحن يعني يبقى إذن نحن في البداية بنقول أن الدول الأفريقية عندها تجارب في التكامل، ولكن الانفتاح على القارة هو محتاج نوع أكثر تقدما وإحادة تهيئة أكثر لأولا البيئة التشريعية والقانونية. هذا نقطة هامة جدا. ده يمكن أنا عايز أصلحك عليه في سؤال مباشر، إيه هي الآليات بوجهة نظرك المطلوبة الآن لتفعيل هذه المبادرة؟ لعل سيد رئيس الجمهورية بالأمس في مؤتمر صحفي في ختام فعاليات اليوم الأول من هذه القمة تحدث على بعض الآليات، أشار إلى فكرة المرصد الإفريقي، إحداث نظام المقاصة بين الدول الإفريقية بعضها البعض، أيضا تحدث عن لقاءات مشتركة ما بين رؤساء البنوك المركزية في الدول الإفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة وشركاء التنمية المختلفين إلى غير ذلك. برأيك ما هي الآليات المطلوبة إلى جانب هذه النقاط إذا كان لحضرتك أن تشير إليها؟ هو فندم حضرتك كل هذا الذي تم طرحه يأتي تحت إطار أو تحت مسمى الإطار المؤسسي، أن توجد مؤسسات تابعة أو تحت قيادة مقر أو ما يسمى السكرتارية التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة، إطار مؤسسي، مؤسسات تشرف على التجارة، تشرف على إزالة وتتابع التجارة وإزالة العوائق أو الضرائب الجمركية، وأيضا الضرائب أو أيضا العوائق الغير جمركية. العوائق الغير جمركية هي بالنسبة للقارة الأفريقية إحدى العوائق الهامة للتجارة، سواء وجود أكمنة أو متاريس أو نقط تفتيش على الحدود بين الدول الأفريقية، أيضا تعطل التجارة وتؤخر قوافل انتقال السلع والمنتجات لساعات وأيام، وبالتالي فإن السلع السريعة التلف تتأثر. أيضا وجود نظام للمقاصة أو المدفوعات بين الدول هو يجعل حركة التجارة ومدفوعاتها أكثر سهولة ويسر. نعم. والتعامل بين البنوك الوطنية، وجعل مثلا دولة زي مصر وهي يعني دولة تعتبر محور التجارة في أفريقيا. نعم. وده طبعا يعني شهد في تطور حركة التجارة المصرية الأفريقية في الوقت أو أخيرا. مع حضرتك أخيرا يا دكتور، حضرتك تعلم تماما أن أفريقيا تمثل يعني مطمع بالنسبة لقوى اقتصادية عديدة، يعني سواء الصين، أوروبا، إيران، إسرائيل حتى لها أيضا بعض الأهداف والمطامع داخل القارة. لأي مدى تتقاطع أهداف وطموحات هذه القوى الاقتصادية مع فكرة التكامل الاقتصادي الإفريقي لإفريقي، أم أنه ليس هناك تقاطع بين الاثنين؟ هو طبعا يعني لا يمكن إنكار أن القارة الأفريقية هي مطمع للجميع، مطعم للصين، مطمع للصين والهند وتركيا وإيران وإسرائيل، والدول الأوروبية تسعى أنها تدخل يعني إلى القارة الأفريقية، فالجميع يطمع في أفريقيا. نسبة التجارة البينية في أفريقيا ضعيفة مقارنة بتجارتها مع العالم الخارجي، إن هذه الاتفاقية سوف تجعل ثروات وخيرات القارة لأبنائها. يعني أنا حضرتك كنت لسه هكمل كلامي بقول جنب الإطار المؤسسي، وأيضا يجب أن تزيد الاستثمارات الخاصة وإطلاق يد القطاع الخاص في عمل مشاريع، حتى مشاريع البنية التحتية والمرافق والطرق والوصل بين الدول وخطوط سكك حديدية، والتأكيد على تنفيذ محور كيبتاون القاهرة وخطوط الملاحية بين الدول الأفريقية وخطوط طيران مباشر بين الدول الأفريقية. كل هذا في يد القطاع الخاص، فإحنا نتحدث عن إطار تشريعي هام يتم تنفيذه، إطار مؤسسي تم بالفعل وضع عدد من المؤسسات الاستثمارات والتجارة البينية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك مرة ثانية دكتور محمود، معذرة كان لابد أن نسمع أيضا بعض الآراء من دكتور كريم، وأعود إليك إلى النقطة التي توقفنا عندها عندما نتحدث عن إرادة سياسية تدعم هذا الطموح الاقتصادي. فأثرت مع حضرتك فكرة الصراعات الإفريقية. إفريقيا الآن تبدو مستقرة والحمد لله، يعني وإن كانت بعض مشاكل الإرهاب بين الحين والآخر طبعا تقلق الجميع. هل يجب الحذر من فكرة تفجر الصراعات الإفريقية سواء كانت صراعات على الحدود أو صراعات قبلية أو ما شابه؟ بكل تأكيد يعني استقرار الواقع الداخلي المرتبط بالدول الإفريقية بيشكل الضمانة الحقيقية
يعني تحقيق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأيضا سينعكس بشكل مباشر على تحقيق الانتقال والتحول السياسي على النحو المرجو. يعني لا يمكن فصل مصفوفة الأبعاد التي نتحدث عنها، سواء البعد العسكري والأمني أو البعد السياسي والبعد الاقتصادي. يعني هذه الأبعاد هي أبعاد مرتبطة مع بعضها البعض، كل منها يؤدي إلى الآخر. المستثمر يعني الأجنبي لن يأتي إلى دول القارة الإفريقية إلا إذا يعني قام بدراسة جدوى وشعر أن ما سوف يحققه من عوائد وإيرادات يتجاوز أو على الأقل تقدير يغطي حجم التكاليف والنفقات التي سوف يعني يتكبدها من أجل أن يكون لديه مشروعات استثمارية في دول القارة الإفريقية. الدول الإفريقية يعني بتواجه يعني مما لا شك فيه تحديات على المستوى العسكري والأمني، ربما من أهمها تحدي الإرهاب العابر للحدود، لأن الإشكالية الأساسية لم تعد قاصرة على فكرة الإرهاب الوطني أو القاصر على الحدود الوطنية للدول، بل أصبح الإرهاب له طبيعة عابرة للحدود. بنتحدث عن حركة شباب المجاهدين على سبيل المثال، مناطق الارتكاز العملياتي لها موجودة في الصومال، ولكن لديها عمليات وأنشطة إرهابية في دول جوار للصومال. نتحدث عن كينيا، عن جيبوتي، عن إثيوبيا، عدد كبير من دول الجوار في شرق إفريقيا للصومال. أيضا في أقصى غرب إفريقيا جماعة أو حركة بوكو حرام في نيجيريا، لكن لديها أيضا عمليات عابرة للحدود في دول جوار من قبيل نيجر والكاميرون وتشاد وعدد من دول هذه المنطقة. أيضا في وسط إفريقيا نتحدث عن جيش الرب للمقاومة. صحيح أن نقطة الارتكاز أو مناطق الارتكاز العملياتي له موجودة في أوغندا، لكن لديه عمليات عبر الحدود في إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية. طيب مثل هذه التنظيمات الإرهابية برأيك هل تعيق هذا الطموح الاقتصادي أم أنها يعني أصل التاريخ علمنا طبعا أنه الإرهاب في أي حال من الأحوال لن يهزم دولة أيا كان، يعني صحيح بأي حال من الأحوال، ولكن صحيح. وجود هذه التنظيمات على هذا النحو الحركة أشرت إليه، لدرجة أن حركة استخدمت ألفاظ مركز عمليات وكان الأمور مستقرة وهناك يعني مؤسسات تعمل داخل هذه التنظيمات الإرهابية. يعني قلت أنه مركز عمليات حركة الشباب في الصومال، مركز عمليات جيش الرب في أوغندا، مركز عمليات بوكو حرام في نيجيريا، وكأنها أشبه بعمل مؤسسي. هل مثل هذه التنظيمات تعيق أو تعيق عمل منطقة التجارة الحرة؟ يعني كما ذكرت حضرتك، هي مسألة التركز العمليات، يعني منطقة الأساس لعملياتها مثلا منطلقة من دولة معينة، هي دولة الأساس بالنسبة لها، لكن هي انطلقت إلى دول جوار أخرى. بكل تأكيد يعني استشراء وانتشار هذه الجماعات مؤثر على الاستقرار والوضع طبيعي. يعني بشكل اعتيادي بشكل منطقي، يعني مؤثر على الاستقرار الداخلي، وهو ما سينعكس بالضرورة على يعني قدرات الدول الاقتصادية وأيضا القدرات السياسية لهذه الدول. هام للغاية أن تتخذ هذه الدول الإفريقية قرارات باتجاه التعامل الحاسم. ربما شهدنا أكثر من مبادرة، يعني على سبيل المثال مصر في إطار تجمع أو جماعة الساحل والصحراء، وهو التجمع الاقتصادي الإقليمي الأكثر الأكبر من حيث عدد الدول الأعضاء في إطاره. مصر أنشأت مركز إقليمي في القاهرة لمكافحة الإرهاب. أيضا استضافت في قاعدة محمد نجيب العسكرية تدريبات مشتركة للدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء. هنا حضرتك بتشير بشكل واضح لضرورة التنسيق الأمني ما بين دول القارة في الملف ده، في ملف مكافحة الإرهاب. صحيح، لأن هذا الملف ربما هو بشكل التحدي المركزي الرئيسي المواجه ل يعني تحقيق تفاعلات اقتصادية بينية قوية جيدة مستقرة. هام للغاية أن نتخلص من مثل هذه التحديات. لن يتم هذا الأمر بعيدا عن المظلة التي تحدثت عنها، وهي فكرة حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية. لا يمكن للقارة الإفريقية أن تحقق تقدم طالما ظلت تسير في ركب الخارج، ركب الدول الخارجية، مع التسليم بأهمية هذه الدول واقتصادياتها ومساهمتها في الواقع الاقتصادي لهذه الدول الإفريقية. ولكن لا يمكن للدول الإفريقية أن تقوم ببناء اقتصادات أو اقتصاديات مستقرة داخليا إلا عبر الاعتماد على مواردها. السؤال الأصعب هو كيفية يعني استغلال هذه الموارد، لا كيفية أنه يعني انفكاك القارة الإفريقية ودول القارة الإفريقية من هذه الهيمنة أو هذه التبعية. يعني إزاي هتقدر تخرج من هذه السيطرة؟ وهل هذه القوة هتتركها كذا؟ لعل ده السؤال الأصعب. يعني هو يعني يمكن حركي كنا بنتحدث عن مسألة أنه الاستعمار خرج بشكله التقليدي، تمام، لكن أصبح له أشكال جديدة من خلال ما يعرف به يعرف القاسي والداني، يعني ليه الروابط الثقافية والروابط الاقتصادية. فلا ملاذ للدول الإفريقية إلا
من خلال العمل الافريقي البين المشترك. لو هنتحدث على ربما في بعض الدول متواجده عسكريا داخل القاره الافريقيه. صحيح، يعني نتحدث عن تركيا لديها اكبر قاعده خارج حدودها في الصومال، نتحدث عن فرنسا ايضا، فرنسا لها لديها ايضا في جيبوتي، والولايات المتحده لديها في جيبوتي، واليابان ايضا عدد كبير جدا من الدول. يعني بدعو حضرتك للتامل فيه، يمكن ده بحاجه لحلقات نقاشيه ممتده. فكره صحيح. هو فكره الانفكاك من هذه الهيمنه، ولكن هناك يعني في الجهه الاخرى من منظور الهندسه العكسيه اليات تعتمد عليها الدول الافريقيه على المستوى القاري، على سبيل المثال مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، لجنه الحكماء، صندوق السلام، نظام الانذار المبكر القاري، القوى الافريقيه الجاهزه. مثل هذه الاليات هي موجوده بالفعل، وبعضها دخل حيز النفاذ ودخل مرحله الفول اوبريشن، معناها التشغيل الكامل، لكن البعض الاخر بيحتاج الى مزيد من التنسيق والاراده السياسيه وازاله معوقات دخوله حيز النفاذ. يعني كلما زادت حجم التفاعلات الإفريقية البينية، بالتبعية سيقل الاعتماد على الخارج. يعني هي المسألة مسألة تلقائية، يعني كلما قلصت من علاقة طردية، كلما اعتمدت على نفسي قلصت نفوذك. علاقة عكسية كلما زاد الاعتماد على علاقة عكسية، كلما اعتمدت على نفسي وزاد اعتماد على نفسي، كلما قل الاعتماد نفوذ الطرف الآخر وتراجع بدرجة كبيرة، وهو ما أدى إلى استقلالية القرار الإفريقي، وهذا لازم يتحدث عنه الرئيس، لأن هذا أمر غاية في الخطورة. طوال الوقت ظلت الدول الإفريقية تعاني من عدم استقلالية في القرارات. يعني الاستعمار على سبيل المثال الفرنسي كان موجود في ما يقرب من 21 دولة إفريقية، أو عفوا 20 دولة إفريقية، الاستعمار الإنجليزي 20 دولة، البرتغال كان لديه 5 مستعمرات، بلجيكا كان لديه أكثر، يعني لديه مستعمرة أو أكثر، أيضا عدد كبير جدا من دول القارة الإفريقية كانت مستعمرة من قبل دول أو قوى أوروبية تقليدية. مثل هذه القوى لن يعني تتصرف بمنطق يراعي فقط المصالح الإفريقية المباشرة، هي تتحرك من منظور تحقيق مصالحها وأهدافها الذاتية، سواء على المستوى الاقتصادي من خلال ان هي تحصل على يعني قاعدة المواد الخام والأولية في الدول الإفريقية، ثم تقوم ب يعني اخراجها خارج القارة الإفريقية ووضعها في صورة منتجات نهائية وإعادة تصديرها للدول الإفريقية في صورة منتج نهائي بأسعار. انا شايف ان احنا برضو دكتور محمود عمالين برضو نحوم حوالين نقطة أساسية او رئيسة في نقاشنا ده، انه فكرة ان القارة الإفريقية مقدراتها ضخمة جدا، إمكانياتها البشرية والطبيعية ضخمة جدا، لكن زي ما حضرتك أشرت منذ قليل لسؤال أصعب، كيفية استغلال هذه الموارد. استغلال هذه الموارد على الشكل الأمثل بحاجة للتكنولوجيا أو المعرفة زائد رأس المال. صحيح. ولعل ده أحد التحديات ربما اللي تواجه القارة الإفريقية لتحقيق هذا الهدف المنشود، والحصول على التكنولوجيا بالإضافة إلى توفير رؤوس الأموال التي تحقق هذه الطفرة. طيب صحيح. إلى الدول الإفريقية طبعا يقينا ليست سواء من حيث الإمكانيات والمقدرات ويعني قوة التأثير. برأيك أي الدول في القارة الإفريقية يمكن التعويل عليها بقوة لتحقيق هذا الهدف وهذا الطموح، التكامل الاقتصادي؟ يعني بكل تأكيد نحن نتحدث عن 5 أقاليم فرعية في القارة الإفريقية. هناك ريجونال باور، قوة إقليمية بارزة داخل كل إقليم فرعي في القارة الإفريقية. يعني إذا تحدثنا عن الشمال هناك مصر، هناك الجزائر إلى جوار المغرب. إذا تحدثنا عن الشرق هناك إثيوبيا، هناك أيضا كينيا وأوغندا. تحدثنا عن الجنوب، جنوب أفريقيا بكل تأكيد، مع يعني إلى جوار بعض الدول من قبيل مثلا أنغولا. إذا تحدثنا عن الغرب، نيجيريا، السنغال، غانا. مثل هذه الدول البارزة التي لديها قدرات اقتصادية يعني هائلة. نيجيريا أكبر اقتصاد على المستوى الإفريقي إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا. مثل هذه الدول تستطيع أن يعني تقود قطار تحقيق منطقة التجارة الحرة بشكل كبير، ولكن لا يجب أن ننكر الأهمية الكاملة للدول الماينور ستيتس، الدول الصغيرة من حيث التأثير أو من حيث عدد السكان أو من حيث القدرات الاقتصادية في تحقيق والوصول إلى التشغيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية. لأنه لو لم يكن لهذه الدول أهمية لم يكن من الأهمية أن تنتظر أو ينتظر الاتحاد الإفريقي توقيع 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. يعني ضروري أن يكون التبادل التجاري
منفتح بين مختلف دول القارة الإفريقية، لكن الدول المؤثرة في هذا الإطار كما ذكرت منذ لحظات هي الدول المؤثرة داخل الأقاليم الخمسة الموجودة في القارة الإفريقية. صحيح. لعل حضرتك ذكرت سريعا كده في سياق تحليلك ونحن نتحدث عن منطقة التجارة الحرة، لعلي فهمت أنك بتشير لضرورة إحداث نهضة صناعية قوية، يعني انطلاقة صناعية قوية في القارة الإفريقية تؤهل لانطلاق هذه المنطقة بشكل أو بآخر. بمعنى هل نحن بحاجة فعلا إلى أرضية صلبة من صناعات حقيقية موجودة في القارة لكي تتحقق هذه المنطقة التي نأمل أن تتواجد، أو بمعنى آخر بدون صناعة حقيقية إفريقية لن تكون لهذه المنطقة الفائدة المرجوة؟ في تقدير الشخصي متفق مع حضرتك أنه في الإجابة على السؤال على التساؤل الثاني أن الصناعة المحلية شرط ضروري للغاية من أجل يعني جني ثمار منطقة التجارة الحرة القارية، لأن هناك ما يعرف فيه قواعد المنشأ، يعني قواعد المنشأ اللي هي خاصة ببلد أو دولة المنشأ لكل منتج. يعني حتى نستطيع أن نجني ثمار منطقة تجارة حرة تنص على تحرير التجارة بين الدول الإفريقية ل90% من المنتجات، يجب أن تكون منتجات إفريقية، يعني إفريقية صناعة إفريقية حتى نستطيع أن نشعر بأن هذه المنطقة أدت إلى إحداث طفرة وتحول جذري عن الوضع الذي كان قائما. يعني من غير البديهة أن نعطي مزايا تفضيلية لمنتجات يعني وافدة من الخارج غير إفريقية، من الأفضل أن نركز على هذه المنتجات التي تم يعني إنتاجها بشكل كامل في الدول الإفريقية حتى تستطيع الدول الإفريقية أن تستفيد بشكل متبادل من المزايا التنافسية المرتبطة بكل دولة أخرى. طب برأيك أي يعني دول القارة أكثر تقدما في مجال الصناعة؟ هناك دول كثيرة، يعني جنوب إفريقيا من الدول البارزة في هذا الشأن، نيجيريا من الدول البارزة أيضا، مصر من الدول البارزة في الخمسة أعوام الأخيرة، ربما حتى أن مصر لديها استثمارات في دول إفريقية أخرى. يعني على سبيل المثال شركة المقاولون العرب وشركة سويدي للكابلات قامت بتنفيذ أو ستنفذ في الفترة القادمة سد ستيجلر جورج في تنزانيا، أحد المشروعات التنموية على المستوى الداخلي، يعني لديه سعة تخزينية تصل لـ 34 مليار، ارتفاع 134 متر. طب مثل هذه الدول التي ستحقق يعني فائدة أكثر من الدول الأخرى التي ليست بنفس القدر من النجاحات الاقتصادية، بمعنى هي التي تجني ثمار أكثر من غيرها طالما عندها صناعات قوية؟ في تقدير الشخصي أن هذه الدول يعني لديها مستوى معين من التقدم الاقتصادي والتقدم الصناعي، لكنها في احتياج لتطوير البنية الاقتصادية أو الصناعية بشكل كبير حتى تستطيع أن تصل إلى تعظيم الاستفادة المرجوة والمنتظرة من هذه المنطقة. حتى الدول الإفريقية اللي هي الصغيرة أو الدول الإفريقية التي لم يعني تحقق أو لم تصل إلى مستويات مرتفعة من التقدم الاقتصادي، أعتقد أنها سوف يعني يكون لديها الحافز والدافع بشكل كبير عبر يعني توقيعها وتصديقها على هذه الاتفاقية. نتحدث عن 27 دولة قامت بالتصديق بالفعل على هذه الاتفاقية، يعني كان آخر هذه الدول دولة غينيا بيساو والجابون. أنا أعتقد أن احنا يعني توقفنا حوالين أهم النقاط المرتبطة بالاتفاقية، ولا في حاجة لسه في بال حضرتك؟ أعتقد أن احنا وفينا الموضوع كده حقه يعني. صحيح. ختاما أشكرك شكرا جزيلا، سعدنا وجود حضرتك معنا دكتور، وإن شاء الله نلقاك دائما على كل خير. دكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. في الختام أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله حلقة جديدة من المشهد وموضوع جديد نطرحه معكم للنقاش. إلى اللقاء.